أسعد الله أوقاتكم طلابنا الأعزاء مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم بندوة جديدة لطلاب الصف التاسع التي سنتناول فيها الوحدة الخامسة، وهي بعنوان نفحات وجدانية. وحتى لا نطيل في المقدمة، يسرني أن يكون معي في هذه الندوة الحوارية الآنسة أزان الخطيب، المدرسة في تربية ريف دمشق، والآنسة مروة قرأجة، أيضا المدرسة في دمشق. أهلا وسهلا ومرحبا بكما. أهلا بك. كما يسرنا أن نتلقى الاتصالات ونجيب على استفساراتكم على الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا بكم. أهلا بكم. أبدأ من عندك آنسة مروة، التعريف بما تتضمن هذه الوحدة. بداية طابت أوقاتكم. وحدتنا الخامسة في كتاب الطالب تحمل عنوانا نفحات وجدانية، تضم 3 نصوص أدبية فاضت وجدانا. النص الأول يحمل عنوان يا قلب، وهو للشاعر زكي قنصل السوري، حيث كان الوطن فيه معشوقه، وخاصة كونه شاعر مهجري. أما النص الثاني فهو نص يتحدث فيه عن المرأة بوصفها الملهمة ومخففة الآلام، بنص جاء بعنوان الفاتنة للشاعر عبد الرحيم الحصني، أيضا شاعر سوري. أما النص الثالث وهو أيضا نص وجداني برسائية جميلة للشاعر محمد مهدي الجواهري، حيث تحدث عن فقد زوجته بنص بعنوان رفيقة الدرب. هذه النصوص الأدبية الثلاثة. أما دروس القواعد التي تتضمنها هذه الوحدة تحت ما يسمى التوابع، وأيضا هي 3 دروس. أولها العطف وأدواته، والثاني التوكيد وأنواعه، أما الدرس الثالث فهو درس البدل، وهناك درس في النعت، الصفة أو أصلا النعت النعت أو الصفة في في الوحدة السادسة. السادسة، نعم. نعم. أما ما يخص التعبير فلدينا تعبير وظيفي تحت عنوان كتابة المذكرات، يتعرف فيه الطالب على كيفية كتابة المذكرات اليومية. درس في المطالعة أيضا بعنوان ليالي الحصاد للأديب حسن الزيات. وأخيرا نص إسرائي بعنوان غوطة دمشق لأنور العطار. نعم. آنسة رزان، يعني تم الحديث سابقا في ندوات سابقة عن هذه الوحدة، يعني نبدأ الآن بعجالة، يعني نعرف طلابنا على قصيدة يا قلب للشاعر زكي قنصل من حيث البنية الفكرية. القصيدة بعنوان يا قلب للشاعر زكي قنصل، وهو شاعر عربي سوري ولد في يبرود وهاجر إلى الأرجنتين. هذه القصيدة تتحدث عن شوق الشاعر وحنينه إلى الوطن، لأن الوطن هو ملجأ الإنسان الآمن، وهو الحصن الدافئ الذي افتقده في بلاد المهجر. الشاعر زكي قنصل يقول في هذه القصيدة: أبدا يحن إلى الربوع وينزع، قلب أنهنهه فلا يتورع، ضاقت به الدنيا فكيف يضمه صدر وأنى تحتويه أضلع. يا قلب أغرانا سراب كاذب، تغرى بروعته العيون وتخدع. يكفي هذا القدر حتى نعم، يعني نحافظ على الوقت ينقسم هذا ونستغله النص. بتقديم أكبر نعم يعني كمية ممكنة من توضيح هذه الوحدة. تماما. ينقسم هذا النص إلى ثلاثة أفكار. الفكرة ثلاثة العامة فكر، نعم نعم الفكرة الأولى ثلاث العامة فكر. للنص هي الحنين والشوق الدائم لربوع الوطن. فكرة المقطع الأول، الفكرة الرئيسية للمقطع الأول، يتحدث الشاعر عن تعلقه بوطنه، فأبرز في الأبيات الثلاثة الأولى كيف أنه يحن إلى هذا، أن قلبه يحن إلى العودة إلى الوطن ويحاول أن يزجره، لكنه لا يستطيع ذلك. ومن ثم أن هذه الدنيا ضاقت عليه على قلبه بكل اتساعها بسبب وجوده وبعده عن بلاده وعن وطنه. وأيضا يتحدث في البيت الثالث أن هذا القلب خدع بوهم كاذب، وهي الغربة وجمال الغربة. من ثم في المقطع الثاني يتذكر الشاعر أيام الشباب في وطنه، فيتحدث في البيت الرابع يحن الشاعر إلى ذلك الزمان الذي لم يستطع أن ينساه. في البيت الخامس يتحدث عن كيف كان يلهو ويعيش في أمان ومأمن، نعم. ولا غير مكترث من غدر الزمان في المستقبل.
أيضا في البيت السادس يتحدث كيف كان يعيش في وطنه في مرتاحي البال. البيت الأخير يتحدث عن حبه لوطنه، أن هذا الوطن هو عبارة عن أغنية للمجد والعز والشرف، عن المجد عنوان هذه الأغنية. في المقطع الثالث يتحدث الشاعر، فكرة المقطع الثالث تمني الشاعر العودة إلى الوطن، فيقول أن هذا الوطن يستقر بين دقات قلبه، وهو أغنية يرددها على دمه. ثم في البيت على فمه عفوا في البيت التاسع يتمنى الشاعر أن يعود إلى بلاده أو إلى وطنه، يمرغ جبينه من تراب وطنه. في البيت الأخير يتأمل ويرجو أن يعود إلى تراب وطنه. نعم، إذا كما رأينا أن النص ينقسم إلى 3 فكر، فكر ووضحت الآنسة رزان كل فكرة من هذه الفكر. ننتقل إلى التذوق أو البنية الفنية آنسة مروة. نعم، في التذوق الفني أو الجمالي الشاعر هنا يتحدث عن تجربته وغربته، فأثارت في النص العديد من المشاعر العاطفية، وكي لا يخلط الطالب بين الشعور والقيمة، الشعور العاطفي هو كل ما يعبر عن إحساس الشاعر. داخل نفس الشاعر، بينما القيمة فقط هي أقف هنا أنسة مروة، يعني عندما نقول الشعور العاطفي، الشعور العاطفي المقصود فيه شعور الشاعر وليس شعوري نعم أنا كقارئ. نعم. نعم. نعم نعم بينما القيمة هي مبدأ أو فضيلة نؤمن بها، وقد تكون هذه القيمة إما قيمة إيجابية أو أو قيمة تصبح سلوك يعني سلبية، نعم، متبع كتقدير أمر ما أو نعم. رفض هذا الأمر. ومن بعض المشاعر العاطفية في النص قد نجد مثالا في البيت الأول شعور الشوق والحنين. نعم. استخدم تركيب، وأيضا نذكر الطالب أدوات التعبير عن المشاعر الشعور. عن الشعور هي الألفاظ والتراكيب والصور. نعم. التركيب هنا يحن إلى الربوع. أيضا مثال آخر عن الشعور أو المشاعر العاطفية نجد في الرابع، نجد شعور الحسرة والحزن عندما قال لهفي على العهد، الشاعر هنا متحسر. في البيت السابع شعور اعتزاز بالوطن، فنراه استخدم تركيب المجد بيت قصيدها. هذه بعض المشاعر العاطفية، وهناك قد نجد قيمة في البيت السابع تقدير. قبل أن أنتقل إلى القيمة، نعم. يعني فقط نحن نؤكد أن أدوات التعبير عن الشعور هي ألفاظ وتراكيب وتركيب وصور. وصورة، نعم. وأيضا نؤكد أن كل صورة تركيب وليس كل تركيب نعم. صورة. وما كما تفضلت يعني المشاعر العاطفية أو الشعور العاطفي في هذه الأبيات، يعني طبعا في البيت متنوعة. الأول حنين وشوق كما قلت، في البيت الثاني حزن وألم، نعم. في البيت الثالث أيضا ربما نقول خيبة وإحباط، نعم. يعني نعم أحبط. أي نعم أي نعم نعم أيضا لدينا في في الرابع البيت الرابع حنين الحسرة. وحسرة، نعم. في البيت الخامس حسرة، في البيت السادس نعم. أيضا حنين وحسرة، نعم. في البيت السابع كما اعتزاز. قلنا اعتزاز، وفي حب أيضا، نعم. في البيت الثامن حب وحنين، نعم. وفي وفي البيت الأخير التاسع حنين وشوق، وفي البيت الأخير وفيه أمل، وشعور الأمل. نعم الأمل متأمل، نعم تفضل. واستخدم ألفاظ الرجاء. أما إذا انتقلنا إلى بعض القيم الموجودة في هذا النص، نجد تقدير مكانة الوطن في البيت السابع، فالشاعر هنا قدر مكانة وطنه. كما نجد أيضا قيمة في متى أعفر في ترابك جبهتي، أيضا هنا التعلق بالوطن. أيضا من مهارات التذوق الفني أو الجمالي نجد مصادر الموسيقى الداخلية. نذكر الطالب بمصادر الموسيقى الداخلية التي سوف يتعرف عليها. أولا تكرار كلمة، تكرار حرف، بشرط أن يكون هذا الحرف مكرر 3 مرات. أيضا من مصادر الموسيقى استخدام حروف الهمس مجتمعة في حثه شخصا فسكت، وأيضا المحسنات اللفظية وهي جناس وتصريع. بعض أمثلة مصادر الموسيقى الداخلية، لدينا تكرار حرف النون في الخامس كرر 5 مرات. أيضا نجد تكرار كلمات وطني في البيت نعم. السابع كرر كلمة وطني، ونجد تصريعا في البيت الأول بين ينزح ويتورع. أيضا نجد استخداما لحروف الهمس في البيت الأخير، استخدم العديد من حروف الهمس، أرسيت شط
سفينتي صبرا، فكانت هذه أمثلة عن بعض مصادر الموسيقى الداخلية. أيضا إذا من مهارات أيضا التذوق الفني والجمالي دلالات الأفعال، نذكر الطالب بأن للأفعال دلالة، المضارع يفيد في التجدد والاستمرار، بينما الفعل الماضي يفيد في الدلالة على ثبات وتحقق الفعل. لا يكتفي الطالب طبعا بأن يقول تجدد واستمرار، يعني يذكر التسمية. نعم. يعني مثلا الفعل الماضي كما قلت يدل على التحقق. نعم. أو الثبات، تحقق وثبات. نعم. أو الفعل المضارع يدل على استمرار وتجدد، فعل الأمر يدل على الحث، على نعم. الطلب، نعم. على التحريض، وأيضا الجملة الاسمية بتدل على الثبات، ولكن لا يكتفي الطالب بذكر ذلك، وإنما يكمل الإجابة من المعنى. قد نورد مثالا، حملتك في فؤادي، في البيت الثامن، حملتك في فؤادي خفقة. هنا تحقق وثبات حب الوطن، وقد حمل الشاعر الوطن في قلبه. في البيت الأول الفعل المضارع يحن، هنا استمرار وتجدد. نعم. الحنين والشوق للوطن. نعم. أيضا يوجد الصور البيانية من مهارات التذوق. يسالمني الزمان. نعم. في البيت التاسع عندما قال يسالمني الزمان، هنا المشبه الزمن المشبه به إنسان يسالم، لكنه محذوف، على الطالب أن يذكر أن المشبه به محذوف. اللازمة يسالم، في الاستعارة هنا مكنية، أو هذه الصورة مكنية. أمن الفؤاد أيضا استعارة مكنية. نعم. سراب كاذب أيضا. ولدينا عندما قال وطني وما وطني سوى أهزوجة، وطني أهزوجة، هنا صورة مشبه الوطن، مشبه المشبه به الأهزوجة، هنا تشبيه بليغ حذفت منه الأداة ووجه الشبه. نعم. هذه ربما ما بعض مهارات التذوق الفني. نعم، يكفي بهذا القدر. بعد أن تحدثنا عن هذا النص ودرسناه من حيث البنية الفكرية وأيضا التذوق، ننتقل إلى التوابع، وهي من القواعد. وكما قلنا التوابع، لدينا درس العطف والتوكيد والبدل والنعت. نبدأ عندك أنسة رزان بالعطف. التابع هو اسم يتبع ما قبله. نعم. أنواع التوابع هي أربعة: العطف، التوكيد، البدل، النعت. نبدأ اليوم بالتعريف عن العطف. نعم. العطف هو تابع يتوسط بينه وبين متبوعه حرف من أحرف العطف. الاسم التابع يسمى الاسم المعطوف، والاسم المتبوع يسمى المعطوف عليه. من أحرف العطف هي الواو والفاء ثم وأو. أحرف العطف تعطف، إما أن تعطف اسما على اسم، أو حرف، أو جملة على جملة. طبعا لهذه الحروف العطف، لأحرف العطف لها معان. الحرف الواو مثلا تفيد الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم دون التقيد بترتيب زمني. مثلا عندما أقول جاء زيد ومصعب، هنا أفادت الواو أن زيد ومصعب كلاهما وقع عليهم حكم المجيء، فالجمع بين العطف، أفادت الواو أنها جمعت بين المعطوف الذي هو مصعب والمعطوف عليه زيد كلاهم في الحكم وهو المجيء. نعم، تفيد الجمع أو المشاركة بين المعطوف والمعطوف عليه. نعم. الآن الفاء. الفاء تفيد الترتيب والتعقيب. التعقيب أي لا يوجد مهلة زمنية. مثلا عندما أقول جاء زيد فأحمده، هنا جاء أحمد بعد زيد مباشرة، لا يوجد مهلة زمنية بينهما. يعني ترتيب بالأرقام، واحد بداية اثنان، جاء زيد ومن ثم جاء. نعم. أحمد. والتعقيب أي عقبه مباشرة. نعم، جاء مباشرة دون فاصل زمني. نعم. ثم تفيد الترتيب أيضا، ولكن الفرق بينها وبين الفاء هناك تراخي في الزمن. نعم. عندما أقول جاء زيد ثم خالد، هنا الأول جاء زيد ثم جاء خالد، تفيد الترتيب أيضا، واحد اثنان. نعم. وكذلك الأمر تفيد التراخي في الزمن، يعني هناك. نعم. مدة ما بين مجيء زيد وما بين مجيء خالد. نعم. أو تفيد التخيير بين أمرين، مثلا تمتع بالسير فوق تلالي أو بساتيني، أفادت التخيير بين تلالي وما بين أو بساتيني. نعم. هذه الحروف العطف أيضا قلنا أنها قد تعطف اسما على اسما أو على اسم أو جملة على جملة. نعم. الجملة المعطوفة على جملة يكون لها نفس حكم الجملة. طبعا جملة فعلية أو اسمية. طبعا مثلا عندما أقول أنا نسمة بردت فتمرغت، هنا حرف العطف هو الفاء، عطف هذا الحرف
جملة تمرغت على جملة بردت، نعم حتى أعرب الجملة المعطوفة يجب أن أعرف كيف أعرب الجملة المعطوف عليها. نعم مثلا في هذا المثال، أنا نسمة بردت، إعراب هذه الجملة هي جملة فعلية في محل رفع صفة أو نعت لنسمة. نعم فتأتي جملة إعراب جملة تمرغت هي جملة معطوفة على جملة بردت في محل رفع، تأخذ فقط المحل وهو الرفع. نعم الجملة التي تليها، أنا نسمة الليل التي بردت فتمرغت. نلاحظ في هذه الجملة أن جملة بردت هي جملة لا محل لها من الإعراب لأنها جملة صلة صلة الموصول. الموصول، فتعرب جملة تمرغت جملة معطوفة على جملة بردت أيضا التي التي ليس لها لها محل من ليس لها الإعراب، محل من الإعراب. فلا نعم محل لها من الإعراب أيضا هي. تمام نعم إذا هذا يعني أهم شيء نحن نعرف أن في درس العطف العطف، أن هذه الحروف هي حروف عطف من حيث الإعراب، ولكن نعم كما قلنا معناها يدل الواو على نحن على الجمع أو المشاركة، تمام الفاء تدل على الترتيب والتعقيب، ثم تفيد الترتيب مع والتراخي تراخي بالزمن، أو وجود تفيد الزمن التخيير بين بين المعطوف أمرين، والمعطوف عليه. نعم عودة لك أنسة مروة نعم إلى قصيدة الفاتنة للشاعر عبد الرحيم الحصني، أيضا ندرسها من حيث البنية الفكرية لو نعم سمحتي. نعم قصيدة الفاتنة للشاعر عبد الرحيم الحصني. نعم طبعا نعرف الشاعر قليلا، هو شاعر سوري من مواليد حمص، كان نعم عضوا في اتحاد الكتاب العرب وله دواوين عديدة. النص وجداني، النص يتحدث عن المرأة الملهمة ومخففة الآلام. وبالوقوف قليلا على مدخل إلى النص، الحب عاطفة وجدانية نبيلة ترق له الكلمات وتعذب، والمحبوبة كيان ملهم يرى فيها الشاعر منبعا لما ينتاب من مشاعر وانفعالات تتدفق شعرا يخفف به الألم وترد به الروح مثل ما يعيد الربيع الخصبة إلى الأرض. أقرأ بعض نعم أبيات النص. يقول الشاعر: نسيت بين يديك اليأس والأمل، وعاد قلبي طفلا بعدما اكتهل، وأرجعتني لنيساني الهوى مقل، ما كنت أعشق لولا سحرها المقل، جننت فيهن حتى بات يحسدني على جنوني بين الناس من عقل. يكفي بهذا القدر أنسة نعم مروة. نعم نقف عند الفكرة نعم العامة لهذا النص، فنرى أن الشاعر يتحدث عن الحب مصدر إلهام ومخفف للألم. بالوقوف قليلا على أفكار أو فكر الأبيات، البيت الأول يقول: نسيت بين يديك اليأس والأمل. نرى أن حب المحبوبة قد أعاد لهذا الشاعر الشباب، إذن حب المحبوبة فكرته قد تكون حب المحبوبة أعاد الشباب للشاعر. أما في دعينا البيت، نقف عند نعم الشعور العاطفي عند كل بيت بما أننا ندرس هذا البيت يعني نعم ونبين الفكرة، نعم دعينا نقول مثلا الشعور، الشعور العاطفي الموجود شعور في هذا البيت مثلا شعور الإعجاب أو الحب. نعم شعور نعم الحب. الشاعر هنا محب نعم لتلك المرأة. في نعم البيت الثاني: وأرجعتني لنيساني الهوى مقل، ما كنت أعشق لولا سحرها المقل. هنا عيون تلك المرأة أعادت الحب نعم للشاعر. أيضا هنا شعور الحب، يوجد شعور حب الحب وإعجاب. وإعجاب نعم بعيون تمام تلك الحبيبة. في الثالث: جننت فيهن حتى بات يحسدني على جنوني بين الناس من عقل. عيون المحبوبة قد أفقدته عقله، وأيضا محب ومعجب بها، يعني وأصبح الآخرون يغبطونه على نعم يحسدونه على نعم هذا قلبت الحب. الموازين. نعم هنا قلبت تمام الموازين. في البيت أيضا الرابع الشعور العاطفي وأيضا إعجاب وحب، وحب. نعم 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 في الرابع يقول: لا تعجبي من محب شاعر عصفت به العيون فأعطى الحسن ما سأل. أيضا هنا الفكرة عشق الشاعر لعيون تلك الحبيبة ومعجب أيضا نعم بها. في الخامس: يا من أرى حسنها في كل فاتنة ولم أجد عن معاني حسنها بدلا. هنا جمال المحبوبة قد اختصر بالنسبة للشاعر جمال كل النساء. أيضا معجب، شعور الإعجاب. قد تكون فكرة هذا المقطع افتتان الشاعر بعيون الحبيبة نعم وأثرها إذا الشعور فيه العاطفي الموجود في هذا المقطع كله حب وإعجاب. وإعجاب. نعم 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 في السادس يقول: أأنت ساحرة ما قلت أغنية
إلا وكنت لها الألحان والغزل. هنا أثر سحر المحبوبة وجمالها في الشاعر معجب، فهي ملهمة له لقول نعم الشعر والقصائد. تمام نعم، في السابع عفوا، رددت لي ألف وحي كنت أحسبه مضى عن الخاطر المحزون وارتحل. هذه المحبوبة أو هذه المرأة ملهمة. إذن فالفكرة هنا عادت له نعم الإلهام. نعم عادت نعم له وحي الشعر وكتابة ونظم بعد أن كان أو ابتعد عن قلبه، نعم فارقه أيضا الشعور الشعور. إعجاب نعم، وحب. حب نعم وإعجاب غالبا في هذا النص. الثامن يقول: بمنك ما بالربيع الظامئ انهمرت على مساكبه الأمطار فاعتدل. المحبوبة أعادت الحياة للشاعر، كان لها أثر كأثر الربيع في كأثر الأمطار على الربيع نعم كأثر الأمطار على الربيع، ف التي تعيد الحياة نعم أعادت للأعشاب. نعم كانت كان لها أثر في إعادة الحياة لذلك الشاعر في البيت. لكن هنا الشعور العاطفي شوق وحب. نعم 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 هو مشتاق. في التاسع يقول: عودي بقلبي إلى ما كان ينشده من العطاء فإني أكره البخل. هنا رجاء الشاعر نعم الوصال أو اللقاء بتلك الحبيبة، أيضا محب ومشتاق نعم لها. ففكرة هذا المقطع أثر المحبوبة في الشاعر. هذه بما يخص البنية البنية الفكرية. نعم. قد يرد سؤال موازني تمام ضمن البنية الفكرية في كتاب الطالب. هناك مثال نعم يقول بدر الدين الحامد: يقولون لي ما أنت إلا مخالط بعقلك كم إلا تذري مخالط. نعم كم تذري الدموع سجالة. نوازنه مع البيت البيت الثالث. الثالث. نعم، نعم من النص من حيث المضمون. كلاهما عاشق لدرجة الجنون، نعم كلاهما عاشق، بينما إذا وجه النقطة المشتركة نعم إذن كلاهما بالبداية. نعم بالبداية كلاهما عاشق لدرجة الجنون. تمام بدر الدين الحامد خالط الجنون عقله، بينما عبد الرحيم نراه قد جن بشكل كامل. تمام هذا أبرز ما نعم يعني باختصار. إذا نعود لك أنسة رزان للتحدث عن البنية الفنية فنية. لهذا النص لو سمحتين. نعم، أيضا استخدم الشاعر مجموعة من القيم الفنية، المحسنات الفنية ومنها المحسنات البديعية. فاستخدم التصريع في البيت الأول عندما قال: نسيت بين يديك اليأس والأمل، بين الأمل واكتهل. نعم أيضا هناك طبعا الطباق هذا من المحسنات اللفظية، يعني فقط اللفظية نحن نذكر. نعم والبديعية. نذكر بالمحسنات اللفظية محسن هي لفظي الجناس والطباق، الطباق أما المحسنات البديعية المعنوية هي اللفظية الطباق اللفظية التصريع والجناس، والمحسنات والمعنوية المعنوية المقابلة والطباق. المقابلة والطباق. نعم نعم الطباق نلاحظ أيضا في البيت التاسع عندما تحدث بين العطاء وما بين البخلة. نعم. أيضا هناك طفلا عارض قلبي طفلا بعدما اكتهل، طفلا واكتهل، هناك طباق بينهما. أيضا استخدم الشاعر مجموعة من الصور البيانية، وهي مثلا عندما قال: وعاد قلبي طفلا، شبه قلب بالطفل، حذف المشبه، حذف وجه الشبه والأداة، ذكر المشبه وهو القلب، والقلبية والمشبه به طفلا على سبيل التشبيه البليغ. أيضا الصورة الأخرى: أنت ساحرة، المشبه أنت والمشبه به ساحرة، أيضا هنا تشبيه بليغ، حذف الأداة ووجه الشبه. أيضا عندما قال: الربيع الظامئ، الربيع بمنك ما بالربيع الظامئ، هنا شبه الربيع بالإنسان الذي يظمأ. نعم. هناك استعارة مكنية، حذف تمام. المشبه به وهو الإنسان، أتى بشيء من لوازمه وهي الظامئ على سبيل الاستعارة المكنية. وهو الظامئ. نعم. أيضا في هذا النص نلاحظ ونوع الشاعر ما بين الجمل الإنشائية وما بين الجمل الخبرية. فاستخدم الجمل الإنشائية عندما قال: لا تعجبي. نلاحظ أن نتذكر أن الجمل الإنشائية الطلبية هي نداء، أمر، نهي، تمني. أمر، نهي، استفهام، تمني، نداء. تمني ونداء. نعم. عندما قال: لا تعجبي، لا تعجبي هنا إنشائي طلبي نهي.
وايضا عندما طبعا قال الاسلوب الانشائي، عذرا للمقاطعه، الاسلوب الانشائي يدل على احتدام المشاعر او جيشان هذه نعم عندما يزيد الانفعالات الشاعر من والمشاعر. الجمل نعم الانشائيه اي هو متوتر او هو تمام. قلق نوعا ما. اذا هنا لا تعجبي انشائي طلبي نهي، ايضا عندما قال أأنت ساحره انشائي طلبي استفهام، ايضا عندما قال في البيت الاخير عودي بقلبي هنا فعل الامر فهو انشائي طلبي امر. نعم كذلك الامر في مصادر الموسيقى الداخليه في هذا النص، هناك العديد من مصادر الموسيقى الداخليه استخدمها نذكر بها الشاعر عن سهر رزان قبل أن مثلا عندنا المحسنات اللفظيه تعطينا موسيقى داخليه، تكرار الكلمات، تكرار الحروف، ايضا طبعا بشرط أن يتكرر الكلمة تتكرر الثلاث مرتين على الأقل والحرف. والحرف 3 مرات على نعم الأقل. استخدام الحروف الهامسة وليس تكرارها، استخدام نعم أن الشاعر يجب أن يستخدم في البيت 4 حروف من حروف الهامسة التي هي حثه شخص فسكت. أيضا الشاعر هنا مثلا يكفي التصريح 3 حروف أنس رزان، ثلاثة أنا يكفي أعطي 4 3 حروف حتى تعطينا موسيقى موجودة في موسيقى البيت. هامسة. نعم التصريح عند استخدم الشاعر التصريح كما قلنا وهو محسن لفظي يعطينا موسيقى داخلية. المحسنات فقط اللفظية طبعا المحسن اللفظي طبعا لأننا نعم تعتمد على السمع، أما تماما المحسن المعنوي تجمل معنى النص ولا وليست الموسيقى فيه. نعم تكرار الكلمات في البيت الخامس كرر كلمة يا من أرى حسنها في كل فاتنة ولم أجد عن معاني حسنها بدلا، كرر كلمة حسنها. أيضا تكرار الحروف مثلا في البيت الثاني كرر حرف النون أرجعتني لنيساني كنت، تكرر حرف النون 3 مرات. أيضا في البيت الرابع كرر حرف العين عندما قال لا تعجبي شاعر عصفت، تكرار أيضا استخدم الحروف الهامسة مثلا في البيت السابع نلاحظ أنه استخدم حرف الفاء والحاء والسين والتاء 4 حروف. ننتقل إلى العاطفة، تحدثت عنها الزميلة أنها هي عاطفة وجدانية ذاتية، أغلب النص عن الحب والإعجاب كان الغالب على هذا تمام. النص. يعني فقط نحن يعني أخذنا هذا الدور منك أنسة رزان فقط يعني لنؤكد للطالب أن عند دراسة البيت يعني طبعا يجب أن وحددنا نتطرق على وحددنا شعوره الشعور حتى العاطفي. يفهم نعم البيت طبعا. تماما. في الأخير هناك أيضا تقديم وتأخير، استخدم الشاعر وظف التقديم والتأخير للتعبير عن مشاعره عندما قال يحسدني على جنوني من عقل، قدم أخر الفاعل على المفعول به وذلك لبيان أهمية المتقدم والتشويق للمتأخر. نعم عودة إلى القواعد آنسة. نعم. مروى إلى التوكيد. نعم الدرس الثاني من دروس التوابع نعم. هو درس دعينا نقف يعني بهدوء عنده حتى يعني التوكيد. لا نعم. يكون هناك نعم. إشكالية وخلط بين التوكيد والبدل. نعم أعيد بداية ما نعم. تفضلت به الزميلة، فالتوابع بالوقوف على معنى التابع، التوابع تتبع ما قبلها ليس لها هوية منفردة، ما قبلها يتحكم بها. قد أقول مثال بسيط نعم. حضر صديق عزيز، عزيز هنا اتبعت ما قبلها بحركة الإعراب. قابلت صديقا عزيزا أيضا تبعتها مررت بصديق عزيز، هذا فيما يخص تعريف التوابع. أما إذا أردت أن أقف على درس التوكيد هو من التوابع، هو لفظ تابع لما قبله، لما قبله يسمى المؤكد، يذكر لتقويته وتوكيد حكمه. نعم. نعم كان قد مر مع الطالب سابقا التوكيد لكن تحت مفهوم التكرار، يعني كان هناك سؤال يأتي دائما بتطبيقات النصوص سؤال التكرار ماذا أفاد التكرار. نعم. فقد يكون هنا التوكيد هو يعني الآن التوكيد هو قواعديا نعم نعم نحويا نعم نعم, نعم 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 هو نوعان توكيد لفظي وتوكيد معنوي. التوكيد اللفظي يكون بتكرار اللفظ السابق المؤكد سواء كان هذا اللفظ اسما أم فعلا أم حرفا أم جملة اسمية نعم.
أم جملة فعلية؟ الموكب مثال، سأعطي مثال. الموكب الموكب قادم، الموكب الموكب قادم. هنا الموكب الثانية هي توكيد لفظي للكلمة التي سبقتها وهي المؤكد. جاء جاء زيد، قد أكد الفعل توكيدا، نعم توكيدا لفظيا. يؤكد الحرف، قد يؤكد الحرف، فأقول نعم نعم لجمال الروح أهمية، كرر هنا الحرف. قد نؤكد الجملة الإسمية فنقول مثلا البيت أنيق، البيت أنيق. جملة فعلية قد يكون، فأقول يسمو يسمو جمال الشكل بالفضائل، هنا كرر الجملة أو التركيب. هذا التوكيد اللفظي إذن هو تكرار اللفظ، سواء كان اسما حرفا فعلا جملة إسمية أو جملة فعلية. تمام. بينما التوكيد النوع الثاني هو التوكيد المعنوي، له 7 ألفاظ أصلية، هي نفس عين كلا وكلتا للمثنى، كل وجميع وعامة. يجب أن يعرف الطالب أنه لا بد من اتصال ألفاظ التوكيد المعنوي بضمير يعود على المؤكد يطابقه إفرادا وتثنية وجمعا تذكيرا وتأنيسا. أقول مثال، أقبل الجندي إلى ساحة المعركة. إذا أردت أن أؤكد لفظ الجندي فأقول أقبل الجندي نفسه إلى ساحة المعركة. هنا فقط يعني أنوه أنه يجب على الطالب أن ينتبه أحيانا، يعني يأخذ هذه الألفاظ فقط يعني يصل بها ضمير يعود على المؤكد، يعني ممكن المثال الذي ذكرتيه يقول مثلا جميعه أو كله، طبعا هذا خطأ. نعم. يعني يجب أن يتناسب نعم. مع المؤكد. نعم. نعم. ويطابقه. نعم في حركته، وكما قلنا تذكيرا وتأنيسا إفرادا وتثنية وجمع. أقول مثلا مررت بالجندي نفسه. نعم. هنا نعم. مثلا حفظ الطالب القصائد كلها. نعم. كلها توكيد معنوي. الجمال ينبع من جمال الروح نفسها، كانت القبيلة جميعها في الساحة. جميعها هنا توكيد معنوي للقبيلة طابقتها وطابقت. نعم. المؤكد. التوكيد بكلا وكلتا، كلا يكون للتوكيد المثنى المذكر، وكلتا تكون لتوكيد المثنى المؤنث. فأقول مثلا رأيت المتسابقين كليهما. نعم. كليهما هنا توكيد للمتسابقين، توكيد معنوي منصوب بالياء إذا أراد الطالب أن يعربه، لأنه ملحق بالمثنى والهاء ضمير متصل في محل جر، الهاء في محل جر بالإضافة. حضرت كلتا لتوكيد المثنى، فأقول حضرت الطالبتان كلتاهما. نعم. إذن كلتاهما توكيد معنوي للطالبتان. في أيضا هناك الأصل في المؤكد أن يكون معرفة ويسبق المؤكد. قابلت المعلمة نفسه، هنا يكون معرفة ويسبقه. نعم. إذا خلاصة القول، التوكيد يقسم إلى قسمين، توكيد لفظي وهو بتكرار اللفظ مرتين، سواء كان اسم على اسم أو فعل على فعل أو جملة على جملة أو أيضا حرف على حرف. أيضا التوكيد المعنوي هناك بعض الألفاظ مثل نفس وعين وجميع وكلا وكلتا وعامة، بشرط أن يتصل بها ضمير يعود على المؤكد، يعني وطبعا يطابق المؤكد بالعلامة الإعرابية وأيضا بالتثنية والإفراد وغير ذلك. فأنا عندما أقول، يعني فقط للتأكيد ومثال، عندما أقول قرأت الكتاب على سبيل المثال ونؤكد كلمة الكتاب، نقول قرأت الكتاب مع الحركة. نعم. وأيضا التوكيد المعنوي أقول قرأت الكتاب نفسه جميعه كله أيضا مع الحركة، وتوضع الحركة على ما قبل الضمير. نعود لك أنسة رزان إلى القصيدة الأخيرة في هذه الوحدة، وهي قصيدة رفيقة الدرب للشاعر محمد مهدي الجواهري. تفضل. الشاعر يعني دعينا ندرسها بدقة، يعني كون درسنا القصيدتين السابقتين يعني سابقا. نعم. الشاعر محمد مهدي الجواهري وهو شاعر عربي عراقي، ويعد من أقطاب الأدب العربي، زاول الصحافة. أصدر عدة صحف منها الفرات والرأي العام. هو شاعر الحقيقة محب لسوريا، وكتب كثير من الشعر لسوريا أيضا. تمام.
النص يتحدث عن فقدان الشاعر لزوجته أثر فيه تأثيرا عميقا في وجدانه، فصاغ ألمه رثائية حاول من خلالها نقل ما جاشت به نفسه من عاطفة صادقة جسدت ألم الفقد في يوم ضاقت عليه الأرض بما رحبت. فالشاعر هنا يحدثنا عن هذه الزوجة التي فارقته مبكرا فتاركة أبنائها وزوجها في حزن كبير. أيضا ينقسم، سنقرأ الأبيات في البداية. حييت أم فرات إن والدة بمثل ما أنجبت تكنى بما تلد، تحية لم أجد من بث لاعجها بدا، وإن قام سدا بيننا اللحد بالروح ردي عليها إنها صلة بين المحبين ماذا ينفع الجسد. يكفي هذا القدر. نعم. النص ينقسم أيضا إلى ثلاثة مقاطع. في المقطع الأول يلقي الشاعر السلام على زوجته الراحلة أو زوجته الفقيدة، ففي البيت الأول يقول: حييت إن أم فرات إن والدة بمثل ما أنجبت تكنى بما تلد، لك التحية يا زوجتي الغالية أم فرات، وأنت تستحقين هذا اللقب ويليق بك، لأن الفرات هي نسبة إلى ابنها فرات، وهي كنيت بهذا الاسم وهو العطاء الوفير، وهي أيضا معطاءة كانت. البيت الثاني: تحية لم أجد من بث لاعجها بدا، وإن قام سدا بيننا اللحد، لم أجد غير التحية لأعبر من خلالها عن ألمي وحزني، ولو كان هذا القبر اللحد وهو القبر يفرق بيننا. في البيت الثالث يقول: بالروح ردي عليها إنها صلة بين المحبين ماذا ينفع الجسد، ردي على تحيتي بروحك، فأنا أدرك أن الروح هي الصلة التي لا تنقطع بين العاشقين، فهي صلة الوصل دائما، المحبين تتلاقى أرواحهم معا. المقطع الثاني فكرته هي أثر فقد الزوجة في نفس الشاعر، فيقول في البيت الرابع: خلعت ثوب اصطبار كان يسترني، وبان كذب الدعاء أنني جلد. إذن إن هذا الشاعر كان يظهر عكس ما حقيقته، فلقد فقدت بفقدك كل قدرتي على الصبر، وظهر للناس أنني كنت أدعي الصبر ولا أملكه، يظهر أمام الناس أنه صبور، إلا أنه بفقد هذه المحبوبة أو هذه الزوجة أظهر العكس. البيت الخامس يقول: بكيت حتى بكى من ليس يعرفني، ونحت حتى حكاني طائر غرد، لقد بكيت حزنا كبيرا، حتى أن الطبيعة ومن حولي تأثروا بهذا بحزني، فأبكيت من لا يعرفني من الناس، وتأوهت حتى قلدني الطائر ببكائي، نحت البكاء بصوت مرتفع. البيت السادس عندما قال: كما تفجر عينا ثرة حجر قاس، تفجر دمعا قلبي الصلد، لقد بكى قلبي القاسي الصلب دمعا غزيرا. فيشبه هذا البكاء الحجر، كيف أن الينابيع تتفجر من تحت الصخور، يعني هو القاسية. كان يعتبر أن قلبه صلبا، لكن يعني لم يستطيع الصبر، انفجر بالبكاء عندما وقعت هذه الكارثة عليه، وكذلك الينابيع تخرج من بين الصخور القاسية. المقطع الثالث يتحدث فيها الشاعر عن مكانة الزوجة ودورها في الحياة الأسرية. فيقول في البيت السابع: ناجيت قبرك أستوحي غياهبه، عن حال ضيف عليه معجلا يفد. هنا ناجيت، هنا حدثت هذا القبر وتحدثت عنه عن أسراري، فلقد أتيت إلى قبرك لأحكي له عن مشاعري، وأسأله عن حال هذا غياهب القبر وهي ظلماته، وأسأله عن حال هذا الزائر الذي جاء مستعجلا إليه. والبيت الثامن: كنا كنبتة ريحان تخطمها سر، تخطمها أي ضربها أو حطمها سر الرياح القوية، فأوراقها منزوعة بدد. كنا نعيش أجمل الأيام عندما كانت هذه الزوجة معنا، ولكن الموت أخذك مني ونزعك كما تنتزع الرياح أوراق الأشجار وتشتتها تبددها. البيت التاسع: غطى جناحاك أطفالي فكنت لهم
ثغرا إذا استيقظوا، عينا إذا رقدوا. لاحظ هنا، نلاحظ الحب والحنان الذي كانت الأم تبثه على أبنائها. فكانت هذه الأم، كنت الأم الحنون لأطفالي، فكنت تزرعين البسمة على وجوههم عندما كانوا مستيقظين، وكنت العين الساهرة على راحتهم عندما ينامون. طبعا هنا حتى يعني لا يغيب عن ذهننا أنه هنا الشعور ليس كما قلت، وإنما هو شعور الإعجاب، الإعجاب إعجاب والحب الشاعر بهذه نعم. الزوجة. نعم، إعجاب، وهنا قيمة عطاء المرأة هنا في بهذا البيت. البيت العاشر، شتى حقوق لها ضاق الوفاء بها، فهل يكون وفاء أنني كمد؟ هنا يعترف الزوج بأن هذه المرأة لها حقوق كثيرة، لكنه لم يستطع أن يفيها حقها عندما، لأن الموت غيبها باكرا، فيقول إن لك حقوقا كثيرة لم أستطع أن أقوم بها. فهل هذا الحزن الشديد على فقدانك يفيق، ممكن أن يفيق جزءا من حقوقك؟ لا أدري. الله أعلم. طيب على كل حال، يعني بعد أن بينا معاني الغرض من هذه القصيدة الأبيات، نعم هي الغرض، الوفاء طبعا، المشاعر العاطفية التي تطغى على النص هي الحزن، الألم، الحسرة، الشوق. أيضا في الأبيات الأخيرة لدينا الإعجاب، نعم، في بيت تاسع هناك إعجاب، الموجود. البيت الأخير حزن. نعم، نعم. الموجود مجموعة من القيم أيضا موجودة في نعم. هذا في هذا النص، تقدير قيمة الأم وتقدير الوفاء للزوجة. نعم، إذا بعد أن بينا المعاني الفكرية عن مروة، أيضا ندخل في البنية الفنية أو التذوق الفني. لو سمحتي. نعم، في التذوق الفني لهذا النص أبدأ أولا بمصادر الموسيقى الداخلية في هذا النص. من مصادر الموسيقى تكرار حرف اللام في البيت الأول، والدة، تلد، ومثل، تكرار حرف الدال أيضا في الثاني، بدا وأجد وسدا. تكرار في البيت العاشر، كرر الشاعر كلمة الوفاء، كررت مرتين. لدينا أيضا بعض المحسنات اللفظية، جناس، سد، ولحد، استخدام حروف الهمس. أيضا من مصادر الموسيقى في البيت الرابع، خلعت ثوب اصطبار كان يسترني، وبان كذب الدعاء أنني جلد. استخدم الشاعر هنا حروف الهمس، ثوب اصطبار يسترني وخلعته. هذه مصادر الموسيقى الداخلية. بعض المشاعر، تحدثت الزميلة، في التاسع هناك إعجاب، غطى جناحاك أطفالي. في الثالث أيضا شوق وحنين، عندما استخدم تركيب بالروحي، ردي عليها. في يعني هل تسمحين لي أن أحدد المشاعر في كل الأبيات؟ نعم، يعني في البيت الأول، يعني حتى يعني يتأكد نعم. الطالب من نعم، حب ذلك. يعني وإعجاب في البيت في الأول البيت. نعم إعجاب وأيضا اعتزاز، نعم. في البيت الثاني شوق نعم. وألم، في البيت الثالث حنين شوق أيضا. وحزن، نعم. في البيت الرابع ألم وأسى، وحزن. في البيت طبعا حزن نعم، في البيت الخامس حزن وألم، في البيت السادس أيضا حزن وألم، نعم. لو انتقلت إلى البيت السابع نسيت شوق قبلك وألم، مشتاق نعم، هنا. نعم البيت الثامن حسرة وألم، نعم في البيت التاسع إعجاب، نعم، غطى وأيضا جناحاكي. البيت العاشر حزن. نعم، غالبا المشاعر الغالبة هي الحزن، نعم تمام، كونها رثائية يعني. أيضا القيم لدينا في العاشر، الوفاء للزوجة. الشاعر وفي هنا، شتى حقوق لها ضاق الوفاء بها، تقدير مكانة الزوجة ودورها. أيضا في البيت التاسع لدينا أيضا رفض الفراق، أيضا في الثاني، وإن قام سدا بيننا اللحد، هنا يرفض هذا الفراق حتى وإن فرق بينهم القبر. هذه بعض القيم، دلالات الأفعال أن نقف عليها أيضا في هذا النص. يعني فقط هي يعني نعم. هي نفسها سواء نعم. كانت في نعم. هذه نعم. القصيدة أو في نعم. قصيدة أخرى، يعني بقيت. حتى نحن نستدرك يعني أو نعم. حتى يعني نكسب أكبر قدر من الوقت، دعيني أنتقل إلى الآن سرزان لدرس القواعد، هو أيضا التابع الثالث وهو البدل. البدل. البدل هو أيضا من الدروس التي مرت معنا إشارات فيها فيما سبق، عندما نعم. أخذنا اسم الإشارة، عندما درسنا في أسلوب الاستثناء، في الاستثناء التام،
المنفي، تحدثنا انه يعرب، قد يعرب الاسم بعد الا، اما مستثنى بالا او بدل اذا كان المستثنى تاما منفيا. تمام. نعم. ايضا مره عندما اخذنا اسم الاشاره وايضا تنوهنا عليه في المفعول المطلق، عندما نائب مفعول مطلق ينوب عنه اسم الاشاره. الان سنتعرف على البدل الاساسي، يعني نعم. الدرس الاساسي هو تابع مقصودا بالحكم يمهد له اسم قبله يسمى المبدل منه. اذا نعم. التابع يسمى البدل والاسم المتبوع يسمى المبدل منه. مثلا عندما اقول لماذا سمي البدل بدلا، لاننا مثلا عندما اقول انها الام اعتدال تستقبل حياتها بابتسامه، الا استطيع ان استبدل الام عندما اقول مباشره انها اعتدال تستقبل حياتها بابتسامه؟ هنا تم المعنى، لان المقصود بالحكم هي اعتدال، ونستطيع ان نبدلها مع المبدل منه، لذلك سمي هذا البدل بهذا الاسم. طبعا البدل هنا بالمعنى. بالمعنى طبعا. نعم. انواع البدل ما هو؟ البدل له ثلاثة أنواع. نعم. النوع الأول بدل مطابق أو ما يسمى كل من كل. نعم. يطابق البدل المبدل منه في المعنى. مثلا تؤدي الأم واجبها، واجب نعم. الرعاية والعمل. أليس واجبها هو نفسه واجب الرعاية والعمل؟ نعم. فهنا طابق البدل المبدل منه، فواجبة هي بدل مطابق أو بدل كل من كل من المبدل منه وهي واجبها. يعني بإمكاننا أن نقول تؤدي الأم واجبها، عفوا تؤدي الأم واجب الرعاية والعمل. نعم. تماما. إيه. فالمقصود في دون أن يخل بالمعنى، لا يخل في المعنى، لأن المقصود في ما الشيء الذي تؤديه الأم هي واجب الرعاية والعمل. تماما. فهنا البدل هنا المطابق، لأن واجبها طابق المبدل، واجب الرعاية والعمل طابق المبدل منه وهو الواجبة. نلاحظ أن واجبها تعرب مفعولا به، فواجبة نعربها بدلا بدل مطابق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. تمام. بالتوابع لا يوجد في التعريف اسم مرفوع أو اسم منصوب، هي اسم تابع. نعم. لما قبله. النوع الآخر من البدل وهو بدل بعض من كل، يكون البدل فيه جزءا حقيقيا من المبدل منه، جزء. تمام. من هذا المبدل نفسه. مثلا عندما أقول تقضي الأم الوقت معظمه في العمل والعطاء، معظمه أليس جزءا من الوقت؟ تمام. فهو جزء حقيقي منه، فيسمى فيعرب معظمه بدلا من الوقت. ما نوعه؟ نوعه بعد بدل بعض من كل. نفرق هنا ما بين بدل بعض من كل وما بين التوكيد المعنوي. تمام. التوكيد المعنوي مثلا إذا أردت أن أقول تقضي الأم الوقت كله في العمل، كله هنا توكيد وليست بدل، يعني يجب أن يميز الطالب. معظمه جزء من الوقت، أما يعني كله هو رزان لو أؤكد على الوقت. يعني بالتوكيد المعنوي أنا يمكن أن أقول جزء حقيقي من المبدل منه، يعني ممكن أقول مثلا بعضه، نصفه، ربعه، أغلبه، معظمه. مثلا أحب مجرد أن وصلت إلى الكل أصبح توكيد، يعني عندما أقول كله أو كله أو كله، إذا الآن أصبح توكيد. توكيد. نعم. أيضا مثلا عندما أقول أحب الفتاة عينيها، فهنا العينين هما جزء من هذه الفتاة. تمام. جزء حقيقي أيضا هنا بدل بعض من كل. رأيت السفينة شراعها، الشراع هو جزء حقيقي من السفينة. نعم. فهو بدل بعض من كل. زرت حلب قلعتها، قلعة. نعم. أيضا هي جزء من حلب. قرأت الكتاب نصفه ربعه، أغلبه، ثلثه، معظمه، نعم، بعضه. طبعا بشرط أن يتصل به الضمير، يعني فقط يتشابه عن الضمير بعد. نعم. أن أتحدث عن البدل الاشتمال. نعم. بدل الاشتمال يكون البدل فيه متضمنا معنويا من المبدل منه. مثلا عندما أقول أعجبني المغني صوته، هل الصوت هو جزء حقيقي من المغني؟ هو ليس جزءا حقيقيا، هو شيئا معنوي من. نعم. صفات هذا المغني، فهنا صوته هو بدل اشتمال. عندما أقول أحترم المعلم عطاءه، هنا عطاء المعلم هو ليس جزءا حقيقيا، وإنما هو صفة من صفاته أو جزءا متضمنا، شيء متضمن من شيء معنوي. في بدل البعض من كل وبدل الاشتمال يجب أن يتصل بضمير. نعم. هذا ما يتشابه مع التوكيد، مع التوكيد المعنوي. نعم. هذا الضمير هو الذي يطابق طبعا البدل مثل التوكيد، يتبع المتبوعه فقط في علامة الإعراب. تمام. ولكن هذا الضمير الذي يتصل بالبدل أو التوكيد هو يجب أن يعود على المبدل منه، ويطابق هذا المبدل منه في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع. فلاحظ هنا مثلا
نعود إلى المثال السابق، أحترم المعلم عطاءه، المبدل منه هو المعلم. المعلم هو مذكر ومفرد، فنلاحظ أن عطاءه هذه الهاء تعود على المفرد المذكر لو هو المعلم. أعجبني المغني، صوته أيضا المغني هو مذكر ومفرد، فنلاحظ أن الهاء الغائب عادت على المفرد المذكر. مثلا رأيت السفينة شراعها، هنا السفينة هي مفردة ومؤنثة، لاحظنا أن الهاء الغائب استخدمنا عادت على المفرد المؤنث. نعم، إذا يعني فقط للتأكيد أن البدل يقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم، بدل كل من مطابق أو كل مطابق أو كل من كل، طبعا يطابق البدل المبدل منه، وأيضا لدينا البدل الجزء من كل أو بعض من كل، بشرط أن يكون فيه ضمير يعود على المبدل منه، وأيضا يطابقه، وأيضا بدل الاشتمال وهو يكون بال يعني متضمن في المبدل منه. نعم، بالمعنى يعني عندما أقول أعجبني من القصيدة أسلوبها. نعم نعم تماما. هناك بس هناك ملاحظة أنه الاسم المعرفة، هذه المعلومة سابقة لكن نعود لنذكرها هنا. الاسم المعرفة بعد اسم الإشارة يعرب غالبا بدلا، عندما أقول وهنا يعني نستطيع أن ننسبه هو البدل المطابق، هذا الطالب مجتهد، هذا الذي أشير عليه الذي يدل عليه اسم الإشارة أليس هو الطالب نفسه؟ فهنا الطالب هو بدل من اسم الإشارة. وفي درس اسم الإشارة أيضا تحدثنا أن هذا البدل يتبع محل الإعراب الذي تعرف فيه اسم الإشارة. نعم. أقول أحب هذا الطالب. نعم. أحترم مررت بذلك المعلم، لاحظ أن يتبع حركة إعرابه حسب يعني مكان الاسم الإشارة بالإعراب. نعم، إذا أؤكد تمام. الاسم المعرف بعد اسم الإشارة يعرب بدل من منه. اسم الإشارة. نعم. غالبا تماما. هل من إضافة؟ كتدريب مثلا. نعم. أكمل الجملة الآتية حتى نميز بين التوكيد. نعم. والبدل، أكمل الجملة الآتية ببدل بعض من كل مرة وثم بتوكيد معنوي مرة أخرى مراعيا الضبط الصحيح. ننتبه ونؤكد على الضبط الصحيح لأن جزء من العلامة يفقدها الطالب في لأنه ينسى أو الضبط. مثلا مطر الغيمة يهطل على الأراضي، ما عندما أريد بدل بعض من كل أقول معظمها. نعم. نلاحظ أن معظمها مجرورة لأن الأراضي محلها من الإعرابية اسما مجرور، فمعظمها جاءت مجرورة فعلامة الكسرة على ما قبل الضمير، وأيضا اتصلت في الهاء التي تعود على الأراضي. التوكيد المعنوي أقول مطر الغيمة يهطل على الأراضي كلها، أيضا نلاحظ أن هناك الكسرة على الحرف الذي قبل الضمير، وأيضا الضمير يعود على الأراضي ويطابقه. حفظ الطالب القصائد البدل أغلبها، إذا أغلبها هي جزء من القصائد فهي بتوكيد بدل بعض من كل، بينما حفظ الطالب القصائد جميعها أو كلها، هنا جميعها أو كلها هي توكيدا معنوي تمام. أيضا تبعه في حركة الإعراب وهي النصب. نعم. آنسة مروة. نعم. لدينا درس مطالعة وهو بعنوان ليالي الحصاد للكاتب الزيات. نعم. يعني نعطي إضاءة عن حول هذا الدرس لو سمحت. نعم، درس المطالعة ليالي الحصاد للأديب أحمد حسن الزيات، وهو أديب مصري. نعم. يتحدث لنا في هذا النص أو في هذا الدرس عن وصف مشهد الحصاد. نعم. عن حال الحاصدين والحاصدات، يفصل لنا ذكر بعض مظاهر الطبيعة ضمن ذلك المشهد، أصوات الطبيعة التي أثارت لديه المتعة، وتحدث أيضا فيه عن مراحل عملية حصاد القمح في ذلك المشهد. فالمقاطع في هذا الدرس ثلاثة بأفكار. الأول نستطيع أن نلخص أفكار هذا الدرس. المقطع الأول وصف مشهد الحصاد والحاصدين والحاصدات. في الثاني الاستمتاع بمظاهر الطبيعة، كان يتحدث عن المتعة بالأصوات
الأصوات التي يسمعها في أثناء تجواله، وفي المقطع الأخير مراحل مشهد الحصاد ورسوخها في ذاكرة الكاتب. ربما هذه أهم الأفكار التي يمكن أن نلخص بها درس ليالي الحصاد. تماما. طبعا الأسئلة يعني يمكن أن تصاغ من قبل المدرس بالتعاون مع طلابي حول هذا النص. أنسة رزان، يعني بما تبقى لدينا درس تعبير وهو المذكرات، يعني بعجالة لو سمحتي بما تبقى من وقت. طبعا نحن في منهاجنا يجب أن هناك سؤال إجباري وهو التعبير الوظيفي. في كتابنا هناك نوعان من التعبير وهو المقابلة الصحفية والمذكرات اليومية. المذكرات اليومية هي تعبير وظيفي، هي الكتابة اليومية المعبرة عن أحداث مرت في الحياة أو مشاهدات يومية أو تجارب شخصية ذاتية أو غيرها. طبعا هنا المذكرات اليومية يأتي السؤال فيها كالتالي: اكتب مذكرات، على سبيل المثال اكتب مذكرات يوم امضيته في زيارة الى معرض الكتاب بصحبة زملائك مسجلا ثلاث حوادث رسخت في ذهنك مراعيا خطوات كتابة المذكرات. الطالب طبعا هنا في التعبير الوظيفي مطالب بان يحفظ هذه طريقة الكتابة، يعني نبدأ يعني يتقيد بالزمن والمكان ايضا والطريقه نفسها حتى ياخذ علامه الاسلوب ايضا. فتبدا هذه المذكرات ان احدد الساعه، في الساعه احدد الساعه واليوم والتاريخ، ثم في النص جاء بصحبه زملائك فاقول ذهبت انا وزملائي الى المكان الذي حدد في النص، ولما وصلنا هناك ثلاثه احداث حوادث، ماذا شاهدت، ماذا فعلت، ما هو امور حصلت معك في داخل هذا المكان الذي تزورها. ولا ننسى أن نختم هذا الموضوع بالشعور. الشعور هو يعني من أهم يعني أمر مهم فيه. هل شعر بالسعادة، بالحزن، بالألم، يعني حسب المكان. ونحن نختم هذه الندوة بالشكر الجزيل لك أنسة رزان الخطيب، المدرسة في تربية ريف دمشق، والأنسة مروة قرجة المدرسة في تربية دمشق، مع الشكر الجزيل لكل العاملين في الفضائية التربوية. ونأمل أن نكون قد وفقنا بما قدمناه، على أمل اللقاء بكم في ندوة جديدة، وكل عام وأنتم بخير.